عاوز اقول لكم كمان ان فوز الاهلي على سموحه ده بيعتبر الفوز رقم 1000 في تاريخ النادي الاهلي، في تاريخ مشاركاته في كل مسابقات الدوري من ساعه ما انطلقت سنه 48-49. البطل التاريخي لمسابقه الدوري العام برصيد 40 لقب هو النادي الاهلي، رقم قياسي وفرق شاسع عن اقرب منافس ليه. طبعا النادي الاهلي بقى اول فريق بيوصل ل 1000 انتصار في مسابقه الدوري الممتاز. خاض النادي الاهلي على مدار مشاركاته في الدوري 1495 مباراه في المواسم اللي اكتملت من البطوله، حقق الفوز في 1000 مباراه، اتعادل في 337 مباراه، وكمان خسر في 1158 مباراه. نجح كمان نجوم النادي الاهلي ان هم يسجلوا 2647 هدف، ويتصدر طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحالي القائمه التاريخيه لهدافين النادي الاهلي في بطوله الدوري المصري الممتاز برصيد 109 هدف. كمان لو حسبنا بقى المواسم كلها حتى اللي ما اكتملتش، فهيكون النادي الاهلي حقق الفوز في 1051 مباراه، مش بس 1000 مباراه.